بسم الله، والله أكبر. ربنا جعلنا في رعاة هداية ومن صبيع هدى. يا ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وسرت لهم إسرارا. هذا طريقة طريقين، لو فيزيبل إي لانفيزيبل، لو ديريكت إي لانديريكت. يعني شوف لي كوميونيكاسيون، عطى معناها التواصل كذا بأسباب الكل وألوان الكل. ثم إني أعلنت لهم وسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويعلمهم كون ربي غفار لا حدود له غفرانه، دائما رحمته سبقت غضبه. فما يهمش، ما صم بكم عم فهم لا يعقل. يرسل السماء عليكم مدرانا، وإذا كان جاكم الشيع وتأذيتم منه راهو قادر باش يرسل عليكم سماء مضرة، كما فما آن وإن استقاموا على طريقتي لأسقيناهم ماء غدق. يعني شد التريك كما تقول الشياح بورقيبة وقت بن علي، ولو حتى لو قاتلية الشياح ضارب لعلهم يرجعون. غالب التوانسة ضربهم الشيطان وفرعنهم هذاك على شي قاسي وهز الساق طرق أخرى، يقدم خطوة نحو معرفة ربي، يوخر آلاف وملايين الخطوات في جهله بالله سبحانه وتعالى. وبعد يقول لك أعلى أم حظنا في العلم ليس كمثل حظ، أعلى في الاقتصاد، الاقتصاد وقت اللي أنت ذراعكم مكسر، واقتصادكم تحبوا في الارتفاع. كيف يحدث هذا؟ هذا من باب المحال، نسأل الله السلامة. قلنا ما تتحل مشاكلكم إلا بالرجوع إلى الله، ولو رويدا رويدا، شو المشكلة؟ حنا نعاونوا بيكم، نبلغوا لكم ما اخفيتموه عن انفسكم وعن غيركم. السياسيين اغلبهم من النوع هذا يخفيوا حقيقه الاسلام. الاسلام تكلم كما تحب، اعمل كما تحب. حنا معاكم في التلاعب بالمفاهيم، بالتفاعل وايذاء المقدسات والمجر. هذا ماهوش حيله تنطلي على الله، انت مسؤولين مش تعدي على ربي. أنت أجل الجاهلين وأخبث الخبثاء، وأنت في أول الملاعين، نسأل الله السلامة.